البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي ندير معكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معايا ما عرفت بحالاش، كيف حالكم؟ الله العظيم كيفاش الله تكون في صحه جيده، وهذا اللي كنتمنى لكم، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير، ودعمونا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ودعموا سناء 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 لان دابا هي غتقدم لكم واحد المفاجاه. والصلاه والسلام على نبينا محمد رسول الله. كما تيقولوا نحن مقاطعون مقاطعون مقاطعون، ذلك الندل الفرنسي. لهذا حنايا فاطمه نشريو الجبن ولا غنشريو الزبده باش ندهنوا من السوبر مارشي ديال فرنسا ولا كما سموها، حنايا غادي نقوموا بالجبن ديالنا في الدار. ولقينا نديرو كوفيتير، شنو غادي ندير؟ لقينا نديرو كوفيتير في الدار ديالنا، نديرو كوفيتير في الدار ديالنا، لقينا نديرو الشوكولات ديال الدهن نديرو في الدار ديالنا، ولا نشريو المنتوجات من غير الفرنسيه. حاضر 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 على المنتوجات الفرنسيه، وهذا اقل شيء اقل شيء تنقدموه لحبيبينا وقرة اعيننا صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. ايوا هادشي اللي غنقول لكم البنات، جيت ندير معكم راه قال لكم شنو غادي ندير. غندير معكم الجبن المنزلي ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وديما كنديرو كيطلع لي زوين بزاف. كنحتاج فيه غندير جوج يطرو ديال الحليب مع جوج ديال الدانونات، هادشي اللي غادي ندير معاه. وتان نوجدو عاد غادي نزيدو الفورماج، اللي بغى يزيد الفورماج واللي ما بغاش يزيد ما يزيدش. المهم معكم هنايا غادي نديرو غنقبط هاد جوج يطرو الحليب، غادي نخويه هنايا حيت الجبن كيجي غزال في الدار، كتعرف شنو كدير بدون مواد حافظة. والحمد لله تيجي رائع ان شاء الله، تتبقى معايا لاخر الفيديو. دابا البنات غادي نقبطوا هاد الحليب، هذا غادي ندي فوق العافيه، هي نشوفوا دفى شويه، هي تيدفى هانتوما معايا باش غادي نزيد ديك دانون. المهم البنات ملي تحسوا به دفى، هانتا كتحشيوه هكا صبعكم كتلقاه دافي، غادي ندير معكم تنديرو هاد الدانونات. هذا راه الحليب ديال الصبرين ماشي د فرنسا. مهم غادي نديرو هاد الدانون هكايا، ما كنديرو لا خل لا حتى شي حاجه، هي دانون كافي. هادشي اللي كاين كدير له واحد التحريكه هي خفيفه، وغادي ندير واحد شويه د الملح انا هكا وصافي. ما كتقيسوه ما حتى شي حاجه، كيبقى هكايا حتى يبقى يغلي شويه بشويه، ملي تتحسوا بيه بدا تيغلي كتنقصوا له شويه من البوطه وكتخليوه هو. دابا انا نوريكم كي غادي الحليب ما تيطلع ديك الماء اللي الفوق وكيبقى يغلي شويه هذا، ونطلقها معكم ان شاء الله. المهم البنات غادي نديرو واحد التحريكه هكا خفيفه، ما تحركوش بزاف. هانتوما هو كيبدا يفصل راسو ملي كيبدا يغلي مع ديك دانون، بحال اللي كيطلق ديك الماء ديالو كله، غادي تشوفوا من بعد. هانتوما تتشوفوا البنات، شوفي كي دار، هو بدا هذا هانتوما ايه، خليوه ما تقيسوش فيه وما تحركوش، وقلوا دابا من البوطه هو كيتفاعل، وغادي يبدا يبان لكم منين يبدا يبان الماء صافي تنوقفوا وكنصفيوه. هانتوما كتشوفوا البنات ها
كتبقاو غير بشويه تحكوا حتى تيبان لكم هانتوما كله طلع لهنايا. ملي يبدا يبان لكم هذا الحليب صافي، هذا الحليب ما تيبقاش حليب بيض، يولي بحال اللي بحال الماء. نخليه يزيد شويه، هانتوما شتي هاد البنات. انا زولتو دابا من فوق العافيه، شتي كي كيولي كيولي هذا باين بحال الماء هذا سميتو صافي. وما تحكوا دابا غادي نقبط. انا جبت هنايا واحد الصفايه ودرت فيها واحد هاد الشبيكه هادي، غادي نشفيها اللي عنده شي دريره ديال الحياتي ولا هذا ولا هذا صافي. وكديروا تحت منها بوينيو صافي. وكنديروا هاد هانتوما تبارك الله كيخرج ما شاء الله. هانتوما شوفوا البنات، راني خويت هذا باش يتصفى هنايا، وكتقبطوا كتجمعوه وكتخليوه يقطر على خاطرو الاحسن هكايا. وغادي الا بغيتي ديري عليه شي حاجه هنايا ثقيله باش يقطر على خاطرو، المهم خليوه. وهذا الماء انا ما كنلوحوش هذا الماء هذا نهائيا، كنخليه حتى تيبرد وكنديرو في قرعه ديال الزاج. بحال دابا بغيتي تعجني خبز كديري تعجني به تيجي غزال، تعجني به شي قريشلات، تعجني به المهم كيصلح، تعجني به شي حاجه ولا بيتزا ولا هذا كيجي رائع رائع جدا. العجينه كتجي فتيه وكتجي غزاله، ما كنضيعش هذا الماء ديال هذا الحليب هذا. وهادشي اللي كاين، وان شاء الله تي هذا ونكملوا تتمه الفيديو. كما نتوما البنات انا خليته حتى تقطر، وغادي نزيد له نزيد معاه واحد 8 ديال القطع ديال الفرماج، وغادي نمعكم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. هاد الاضافه اللي بغى يزيدها يزيدها، واللي ما بغاش ما يزيدهاش. هي انا بغيت نزيدها هكايا، تخلطوا مزيان هادشي. انا جبت معكم هنايا غنديروا فهاد الشبيكه باش يعطيني الفورمه، ودرت هنايا بلاستيك ديال غداء، وغادي نخوي هاد الفرماج هنايا. غادي نجيبو هكا وغادي نبسطو مزيان. كتسرحو مزيان هاد الطريقة هكايا. صافي الشكل هذا، وغادي نزيد عليها الميكا هكايا. صافي راه هو دابا قطار من الماء، غادي نخليه مزيان حتى تيقبط راسو مزيان، وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه ديالو ان شاء الله ونتلاقاو. المهم ها الفرماج الجبن اللي درت معكم، درت عليه شويه ديال الزيت بلديه، داكشي اختياري الواحد اللي بغى يدير شي حاجه يدير. كاين اللي كينسمو بالزعتر، كاين اللي كينسمو باش ما بغيتي تنسمي هذا. انا درت له خليته عادي ودرت له شويه ديال الزيت بلديه، وغادي نقسم معكم طريف هانتوما يجي صامت. ما نقولكمش كيجي غزال هانتوما، شوفوا كي كيجي ما شاء الله. وكتعرفي شنو كتاكل؟ هذا مع خبز محمر
هذا ديرو خبيز في الصباح ايوا تحطوا هاد الجبينه وزويته وعسيله وكويس ديال الاتاي وراك انت ورا برا وهذا الشيء اللي كاين. شنقول لكم نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف وظريف، وما تنساوناش من لايكات كما ديما والاشتراكات وتبارطاجيوها مع الاهل ديالكم والاصحاب باش تعم الفائده ان شاء الله. والحاجه اللي كتصوب باليد في الدار احسن ملي كتشرى مع برا. هادشي اللي تيديروا فيها داك المكونات المحافظه وتيديروا فيها داك سميتو لي كونسيرفاسيون تيديروا، اما هادو ما شفتو على عينيكم ما في لا كونسيرفاسيون حتى شي حاجه طري. والله يكمل بخير وكنتمنى من الله باش يكون عجبكم هذا هو اللي كان. خصني شوف خصني ندخل هنا قرموص الصيف في الشريط ديما داخل معايا ياك، وانت هو الخير والبركه اللي خطاك عليا. المهم البنات نتمنى من هذا الفيديو يعجبكم كما قلت لكم وتبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاصحاب، ونخليكم مع فيديو جديد ان شاء الله ومع السلامه.